بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول وبالله التوفيق، أكرمنا الله سبحانه وتعالى ومن علينا وألقى في قلوبنا أن نقرأ كتاب قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين. وقرة العين هو كتاب جيد لشرح متن الورقات للإمام أبي عبد الله محمد ابن محمد الرعيني المالكي الشهير بالحطاب، مفتي الحرم المكي وشيخ المالكية في عصره، كما قلنا يعني من كتب أو حقق الكتاب. ولد سنة 902 وتوفي سنة 954، يعني عاش 52 عام، وألف هذا الكتاب. هذا الكتاب أراد به الحطاب أن يسهل عبارة الإمام المحلي على متن الورقات، لأنه وجد أن شرح الإمام المحلي شرح مفيد جدا لطالب العلم، غير أن طالب العلم لا يستطيع أن يصل إلى معاني الكتاب مباشرة، ولا بد له من أن يتأمل العبارة وأن يكررها وأن يعيدها حتى يستفيد ما يريد أن يقوله الإمام، أن يقوله الإمام المحلي. يعني يحتاج إلى معاناة في القراءة من حيث أن الوصول إلى الفائدة. فالإمام الحطاب أراد أن يشرح الورقات مضمنا كلامه شرح عبارة الإمام المحلي، فيعتبر شرح الحطاب للورقات تيسير وتسهيل وشرح وفك للإمام المحلي على الورقات، لأن كل من أتى بعد الإمام المحلي أخذ منه وانتفع بعباراته. والإمام المحلي كما يقول شيخنا الدكتور كمال عبارته ضيقة، يعني تحتاج إلى خبير بالألفاظ وخبير بالفن وإلى شخص دقيق يستطيع أن يصل إلى دقائق المعاني. كان يقول لي الكلام ده في التسعينات، عبارته ضيقة. كنت أقرأ عليه كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، كان ده في سنة 93، وكنت مما أحفظ عنه أنه يقول المحل عبارته ضيقة، يعني مش أي حد يتحملها، مش أي حد يصل إلى المراد. الإمام الحطاب لما قرأ وفطن إلى هذا أراد أن يشرح المحل ولكن بعبارة واسعة، يعني كلامه شرح للمحل. طب ولماذا لما ينشئ من نفسه شرحا مستقلا لم يجد أجود مما كتبه الإمام المحلي فأراد أن ينتفع به؟ فنحن أمة لا تعرف الإنكار، لا ينكر المتأخر المتقدم، بل ينتفع منه ويزيد عليه الآراء إن شاء، أو يزيد عليه إن تمكن وإن رأى أن هناك فرصة للزيادة. فالإمام الحطاب نقرأه إن شاء الله مستعينين بالله تبارك وتعالى، لكنني دائما عند قراءة أي كتاب أحب أن أقرأ ترجمة الشارح حتى نستزيد من خبرات الشارح ونعرف عن الشارح ما نجهله قبل ذلك، وحتى نعرف قيمة الشارح بالتاريخ. مش أي حد، يعني إحنا ما بنقرأش لأي حد، بنقرأ لمن ثبتت إمامته، فهو الإمام الفقيه الأصولي
المفسر اللغوي الزاهد شيخ المالكية أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن الحطاب الرعيني من أسرة الرعينيين ذات القدم والمكانة العلمية وأصلها من الأندلس، ومنها ارتحلت إلى طرابلس. أندلس يعني ها؟ يعني قرطبة، يعني أسبانيا. ولد في رمضان سنة 902 يوم 18 رمضان، وقد أتاح له مقامه بالبلد الحرام أن يتلقى العلم في كبرى حواضر العالم الإسلامي. مكة كانت مجتمع يذهب إليه الجميع، ويتوافد إليه العلماء، ويذهب إليه الفقهاء والمجتهدون لأداء مناسك الحج، وبعضهم كان يفضل الإقامة بمكة والمدينة. وملتقى النابغين من العلماء في علوم الشريعة من شتى أقطار الأرض. الكلام ده لما كانوا ماشيين على السنة. أما لما أصبحوا وهابية، لا ما يعني بيننا وبينهم خلاف في المنهج. راح تعلم من وهابي، ده الوهابي ده مضلم. حتى قال شيخنا لا تقرأ عليه القرآن، لأنه مسلم. مثلا الطلبة يضطروا يقول لك وهذا كأنها يعني ما زالت كمان إلى الآن هكذا. لا، ننبه الطلبة إلى أن الأمور قد تغيرت وقد اختلفت، وصار الأزهر الشريف هو يعني ملتقى النابغين من العلماء في علوم الشريعة الإسلامية. ونشأ الحطاب في بيت علم وفضل، حيث كان أبوه محمد ابن عبد الرحمن الحطاب، فقد هاجر إلى مكة مع أهله إبان الغزو الإسباني على شمال أفريقيا واستقر بها. ولقي جمعا من شيوخ العصر، منهم الحافظ السخاوي. يا سلام، حد ما يعرفش الحافظ السخاوي صاحب المغيث في علوم الحديث، والشيخ السنهوري والشيخ أحمد زروق وغيرهم، وتلقى عنهم العلم حتى ذاع صيته وظهرت إمامته وزهده وصلاحه، يعني بدأ حياته بتلقي العلم. يبقى تلقي العلم ده هو الذي يكون العقلية العلمية. يبقى ما تقراش مع نفسك، يقول والله ده ما حدش يقرأ مع الشيخ إلا إذا كان يعني ما بيعرفش يقرأ لوحده. خلاص ما انت بتضح نفسك. وظهرت إمامته وزهده وصلاحه حتى ولاه أمير مكة النظر في أوقافها وعمارتها. فضلك الأوقاف ده منصب شرعي. وفي هذه البلاد المباركة رزقه الله ذرية صالحة، ثلاثة بنين كانوا امتدادا مباركا لحياته العلمية، وأكبر مؤلفنا أبو عبد الله محمد الحطاب. يعني أبوه كان عالما فاهتم به. شوف، أخذ أبو عبد الله عن جمع من كبار أهل العلم في عصره، وقد كان من أكبرهم قدرا وأقواهم أثرا في مسيرته العلمية والده أبو محمد. يعني والده هو الذي يعني شارك في بناء عقليته كما شارك في وجوده. محمد ابن عبد الرحمن الحطاب توفي سنة 950، أبوه وهو مات بعد أبيه بعامين. فقد قرأ ودرس عددا من أمهات الكتب الجامعة على والده من أهمها. شوف قرأ على والده، أخذ العلم بالتلقي والمشافهة
وتحمل وصابر وجاهد. فالعلم يحتاج إلى مصابرة، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى معاناة. العلم لن يأتيك وأنت نائم على سرير الراحة، لا بد من تحمل الصعاب، ولا بد من المجاهدة، ولا بد من أن يترك الإنسان اليأس. لازم نترك اليأس، لا بد أن نجمع بقلوبنا على الطلب، وأن نخلص النوايا، وأن نخلص القصد إلى الله، وأن نعلم أن الله أقامنا في أرفع الوظائف وفي أهم الأمور، وأن شرف العلم لا يدانيه شرف، ومن عرف اغترف. أهمها الموطأ. شوف بيبدأ بإيه؟ بخلاصة علم إمامه في المذهب، الموطأ، موطأ الإمام مالك، والمدونة. شوف المدونة اللي هي نهاية الفن. أما الآن بنقرأ متن أبي شجاع، وطلبة العلم يعني بيتعبوا وينهكوا فهما. طيب، وتهذيب البرادعي، وكتب ابن أبي زيد، الرسالة، مختصر المدونة، والنوادر، والزيادات. ده بيقول لك من أهم الكتب التي قرأها على والده، ومؤلفات ابن عبد البر، التمهيد. التمهيد ده الآن طبع في 24 مجلدا، يشرح فيه موطأ الإمام مالك من الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية. طيب، وانت عايز تكون عالم بقى بمبنى أبي شجاع وبقرة العين؟ لا، ده قرة العين ده البداية. مش خلاص بقى أنا كده خلاص أخدم قرة العين ومتن وشرح الشهاب الرملي غاية المأمول وخلاص أبقى علامة في الأصول. ده أنت لسه بأول الطريق. بص سير العلماء. أتمنى يعني من القائمين على أمور التدريس أن يعقد لطلبة العلم قراءة في سير وتراجم العلماء، حتى نعلم أن هؤلاء ما وصلوا إلا بعد المجاهدة. اصبروا وصابروا وجاهدوا واتقوا الله. والاستذكار في مذاهب أهل الأبصار. الاستذكار ده يجمع فيه ابن عبد البر كل مذاهب أهل الأبصار الفقهية بأدلته، داخل وراخر في حوالي 30 مجلد. ومؤلفات ابن رشد، المقدمات، والبيان والتحصيل. البيان والتحصيل مطبوع في 30 مجلد، والمقدمات في 6 مجلدات. هو الوقت ده جابوه منين؟ وابن الجلاب، التفريع، ما شفتوش التفريع. ومؤلفات القرافي، تتفقه على مؤلفات الإمام القرافي. الشهاب سموه قرافي لأنه كان يسكن بالمقابر، والمقابر عندنا بنسميها قرافة. زاهد الدنيا وما فيها، مش قاعدين في تكييف، وقاعدين بيشربوا عصير ومسلج، والشيخ خير مدلع الناس، بارك الله فيه الشيخ خير. والذخيرة، أول حاجة الذخيرة، هتلاقي مطبوع في 15 مجلد. والقواعد، وشرح المحصول، شرح المحصول اللي هو اسمه نفائس الأصول، هو بيتكلم على المالكي. لو شافعي هجيب لك أنا الحاجة من أولها لآخرة. مالكي اللي أعرفه وأقول لك ده كتاب مطبوع ولا مش مطبوع. لكن لو شافعي الحمد لله، من جعلني الله شافعيا. وشرح المحصول ده نفائس الأصول طبع في 10 مجلدات، محصول الإمام الرازي. ومؤلفات الفاكهاني، كشرح الرسالة وشرح العمدة، ومؤلفات خليل، المختصر والتوضيح والمناسك، وابن فرحون وابن عرفة وبرهان وغير ذلك مما يقول المقام بذكره، مما يدل على سعه علم المؤلف. ده قرأ المذهب كله، كل الكتب التي صنفت في المذهب قرأها الرجل. واجتهاده في التحصيل والطلب، نقف عند هذه.
اجتهدوا فيها مشايخ في تحصيل العلم وفي طلبه، ما ملش، لم يمل ولم يكل ولم يتعب ولم يستسلم ولم يربي نفسه على اليأس. بس أنا عقلي صغير ما أقدرش أفهم كتاب كبير، ابدأ وتوكل على الله، والله سبحانه وتعالى يعطيك رزقك من الكتاب. ما هو العلم ده أولاد رزق، أنت داخل النهاردة مكتوب لك رزق هتفهم قد إيه، أنت بقى عايز رزق أكبر من رزقك، يبقى أنت بقى محتاج بقى أنك أنت تعيد حساباتك مع الله. ومن شيوخه شمس الدين أحمد بن موسى ابن عبد الغفار، يقول لك ولم يقف المحقق على سنة وفاته. شمس الدين محمد بن علي بن عراق الكناني الدمشقي، توفى سنة 933، محب الدين إلى آخره من المشايخ وتلاميذه، تخرج على يد هذا الإمام الجليل جمع يطول ذكرهم من العلماء والفقهاء أهمهم. ولده يحيى ابن محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن الحطاب، فقيه مكة وخادمة علماء الحجاز على مذهب الإمام مالك، وله تصانيف. ثم أبو زيد ابن عبد الرحمن ابن الحج المغربي الطرابلسي، ثم أبو عبد الله محمد ابن محمد محب الدين أحمد ابن الشيخ محمد الفيشي أحد أعلام المذهب المالكي بمصر، ولد سنة 917 ولم يوقف على سنة وفاته. مصنفاته ترك لنا الإمام الحطاب عددا غير قليل من المصنفات النافعة في شتى علوم الشريعة من فقه وتفسير وحديث ولغة ورقائق ومواقيت، منها ما عجلته المنية ولم يكمل نحو تفسير القرآن، وصل فيه إلى سورة الأعراف، حاشية على تفسير البيضاوي، حاشية على الإحياء هي علوم الدين، نحو ثلاثة أرباع الكتاب، وصل فيه إلى ثلاثة أرباع الكتاب، شرح على قواعد عياض، وصل فيه إلى القاعدة الثانية، تعليق على المسائل التي انفرد بها الإمام مالك. كل ده ايه البركه دي عندك اهو، حاشيه على الشامل تاليفه في القراءات، حاشيه على توضيح النحو، حاشيه على الارشاد، حاشيه على قطر الندى في النحو. اما المصنفات التي اتمها او تركها مسوده فبيضها ولده يحيى، منها مواهب الجليل شرح مختصر خليل، وهو من اهم كتبه واشهرها واكبرها حجما، وقد طبع عدة مرات ومطبوع إلى الآن، عندي منه نسخة، وكتب كثيرة. ثناء العلماء عليه لهجت ألسنة أهل العلم، الثقات بالثناء على الحطاب والإعجاب بما تركه من مصنفات نافعة. وفي ذلك يقول العلامة المؤرخ الفقيه أحمد بابا التنبكتي في ترجمته للحطاب، شيخ شيوخنا الإمام العلامة المحقق البارع الحافظ الحجة الجامع الثقة النظار الورع الصالح الجليل، كل ده مين؟ صاحب الورقات، صاحب شرح الورقات الحطاب، كان من سادات العلماء جامعا في فنون العلم، متقنا محصلا متفننا نقادا عارفا بالتفسير ووجوهه، محققا في الفقه واصوله، عارفا بمسائله، مقتدرا على استنباط يقيس على المنصوص غيره، حافظا كبيرا للحديث وعلومه، محيطا باللغه العربيه وغريبها، عالما بالنحو والتصريف، فرضيا حسابيا له الامامه المطلقه في ذلك، جامعا لسائر الفنون، وبالجمله فهو اخر الائمه المتصرفين في فنون التصرف التام بالحجاز، وآخر وأئمة المالكية بها. كل ده مين؟ صاحب الورقات، شارح الورقات. وله تآليف بارعة تدل على إمامته وسعة علمه وحفظه وسيلان ذهنه وقوة إدراكه وجودة نظره،
يستدرك فيها على الأئمة الفحول كابن عبد السلام وخليل وابن عرفة فمن فوقهم، وفي الحديث على الحفاظ كابن حجر والسخاوي والسيوطي. وقال فيه أبو العباس بن القاضي المكناسي الفقيه المالكي أبو عبد الله كان حافظا فقيها مؤلفا. وقال فيه محمد ابن مخلوف الفقيه العلامة الحافظ النظارة أحد العلماء الكبار المحققين الأخيار الشيخ الصالح المؤلف المحقق المطلع المتبحر في العلوم نقليها وعقليها، وبالجملة فإنه أحد أفاضل الأمة خاتمة الأئمة وسادات العلماء. توفي أبو عبد الله الحطاب سنة 954 كما ذكر أكثر من ترجموا له رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه النافعة، اللهم آمين. مقدمة الشارح، نبدأ من مقدمة الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بدأ كتابه بالحمد اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، حيث بدأ كتابه بعد البسملة بالحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد ذلك ثنى بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل أمر ليس فيه صلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه منقوص. وبعد، يعني وبعد ما تقدم من الكلام، فإن كتاب الورقات في علم أصول الفقه للشيخ الإمام العلامة صاحب التصانيف المفيدة أبي عبد الله أبي المعالي عبد الملك إمام الحرمين كتاب صغر حجمه وكثر علمه، كل هذه الصفات للكتاب، صغير الحجم يعني ورقات قليلات كما يقول الإمام، كثير العلم لأنه جمع مسائل الفن في هذه الورقات البسيطات، وعظم نفعه. وأي يعني نفع نحن إلى الآن منذ أن ألف ذلك إمام الحرمين والناس يقرؤون ويشتغلون وينشغلون بالورقات حفظا وقراءة وتدريسا وتعليقا وشرحا ونظما، ده كتاب عظيم النافع لأنه انتفع به الكبير والصغير المبتدئ والمنتهي، ولذلك كثر شراحه وعظم نفعه وظهرت بركته، لأنه ما من أحد قرأه إلا وانتفع به. وقد شرحه جماعة من العلماء رضي الله عنهم، اللهم آمين. فمنهم من بسط الكلام عليه، يعني منهم من شرحه شرحا مطولا ويعني زاد في شرح العبارة وفي الاستدلال وهكذا، ومنهم من اختصر ذلك، ومنهم من شرحه شرحا مختصرا كالإمام المحلي، انتبه بقى لأنه كلامه دقيق، ومنهم من اختصر ثم ذكر بعد ذلك الإمام المحلي، ومن أحسن شروحه، وخلي بالك ما قالش من وأحسن شروحه، ليه؟ لأنه لو قال أحسن شروحه يبقى هو حكم مطلق على أن هذا الشرح أحسن شروح مطلق، لكنه قال ومن أحسن شروحه، لأن هناك أيضا شروح حسنة وجيدة، غير أنه أنصف من الكلام. ومن أحسن شروحه شرح شيخ شيوخنا
الإمام المحلي شيخ شيوخي، العلامة المفيد شرح شيخ شيوخنا العلامة المفيد، مفيد يعني إيه؟ الذي يستفيد منه الناس وينتفع به الصغير والكبير، جلال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد المحلي الشافعي، فإنه كثير الفوائد. الفوائد جمع فائدة، وهي لغة المصلحة المترتبة على الفعل من حيث إنها ثمرته ونتيجته. يبقى الفائدة هي إيه؟ المصلحة المترتبة على الفعل من حيث إن هذه المصلحة ثمرة للفعل ونتيجة له. يعني بالظبط كده، نجاحك في الامتحان ده إيه؟ ده مصلحة. ليه؟ لأنه مترتب على المذاكرة والاجتهاد والاطلاع، وهو ثمرة ونتيجة للمذاكرة. يبقى هي المصلحة، المصلحة على وزن منفعة، مصلحة منفعة وزنا ومعنى، المترتبة على الفعل. مترتبة يعني هي تابعة للفعل وجودا وعدما. من حيث هي مترتبة على الفعل منين؟ من حيث إن هذه المصلحة ثمرة لهذا الفعل، هذه المصلحة والمنفعة نتيجة لهذا الفعل. والنكت، النكت جمع نكتة، وهي مسألة لطيفة. لطيفة يعني دقيقة. استخرجت بنظر عميق وفكر دقيق، يعني هي مستخرجة بعد إيه؟ بعد فكر فيها وعمق في الاطلاع وإجادة في الاستنباط. فإنه كثير الفوائد والنكت، اشتغل به الطلبة وانتفعوا به. شايف العبارة؟ أنا عايزك وانت بتقرأ، أريد منك وأنت تقرأ إنك أنت تلمح مثل هذه المعاني. اشتغل يعني كان الكتاب شغله قراءة وحفظا وبحثا في شروحه، وانتفعوا به، لأن الاشتغال يرتبط بالانتفاع. كلما قرأت واطلعت كل ذلك سيبني عليه أنك ستنتفع. لكن هذا الكلام عورض بشيء آخر، وهو إن الكتاب نظرا لي يعني لقوة ودقة اختصاره لا يصل إلى معانيه الكبار إلا من يعني كان من أهل التخصص، فمش أي حد يقرأ. ولذلك قال إلا أنه لفرط الإيجاز، يعني للإيجاز المفرط، لفرط الإيجاز، وهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني للإيجاز المفرط، يعني للإيجاز الشديد في العبارة، قارب أن يكون من جملة الألغاز. يعني قارب يعني إيه؟ يعني أوشك، قرب، قارب أن يكون من جملة الألغاز. والألغاز جمع لغز، وألغز الكلام وألغز فيه. عمي مراده، يبقى الكلام انت قصد بيه ايه؟ قصد بيه كده ولا قصد بيه كده ولا قصد بيه كده؟ ما ترسلك على كارت. قال الا انه لفرط الايجاز قارب من افعال المقاربه، يعني اوشك، قرب يعني، لكنه لم يصل الى هذا. ان يكون من جمله الالغاز، لكن هو مش من جمله الالغاز،
ده هو كأنه قارب بينه وبين جملة الألغاز خطوة، فلا يهتدي، فلا يهتدى لفوائده إلا بتعب وعناية. لن تصل إلى مراد الإمام المحلي ومقصوده إلا بعد تعب وعناية، وفي عصرنا يحتاج إلى مدرس. نشرحنا للطلبة، الطلبة يعني كانوا بيتعنوا في فهمه، مع أنه أول الفن، وقال لك ما في هذا أصغر من مهلي، ما في هذا أصغر، ما هديك إيه بقى أصغر من مهلي، ما فيش. فلا يهتدى لفوائده إلا بتعب وعناية، يعني لا يصل الإنسان إلى فوائده وإلى معانيه الدقيقة إلا بعد نظر دقيق طويل متعب ومجهد. طب ما هو خلاص نقتصر على النظر الدقيق؟ قالوا لا، ده بيتكلم في عصره اللي هو القرن الكام يا أولاد؟ القرن العاشر. عارفين القرن العاشر ده كان في مين؟ كان في الإمام الرملي الشمس، كان في الشيخ الخطيب الشربيني، كان في ابن حجر الأيتام، كان في ابن قاسم العباد، كل دول بالشافعية يعني، وابن قاسم الغزي، وكان وكان وإيه ده؟ ده قرن مليان علماء ومليان أكاديم. ولكن انظر بقى، لأن كل عصر له منهجه نمط العلم، وكل عصر له مشايخه وله طلبته. وقد ضعفت الهمم في هذا الزمان، عشان يعني من أجل أن يأخذ طالب العلم ويتحمل المشاق ويتحمل المجهودات من أجل أن يصل إلى معاني الكتاب بعد نظر طويل وبعد تدقيق عميق، ما بقاش فيه دفع عصر. وجد إن الناس مش قادرة تتحمل عبارة المحل. أمال في زماننا يقولوا إيه؟ يعني اللهم صل على النبي، مش قادرين يتحملوا الفاتحة. فوجد أن الناس لا يستطيعون تحمل عبارة المحل لأنها مجهدة وشاقة جدا. فقال طب نعمل إيه؟ لأن إحنا عايزين نعالج المشكلات التي في عصرنا. وكل عصر ليه كده؟ لناسه. وقد ضعفت الهمم، مش الهمم كمان اللي ضعفت، ده اللي ضعف أصحاب هذه الهمم. فنسب الضعف إلى الهمم، لأنها إذا ضعفت الهمم ضعف أصحابه عن تحمل المشاق. وكثرت فيه الهموم والأحزان، لأنه عصر كم عصر فتن، وكلما كثرت فيه الهموم والأحزان صرفت المرء عن كمال الاشتغال في طلب العلم. عصر كله فتن، ملاحم، انشغالات، انصرافات عن طلب العلم. ما اللي يعني بقى في عصرنا اللي معلم بالله ربنا ده؟ وكثرت فيه الهموم والأحزان، أحزان يعني مؤلمات القلوب، والهموم يعني المشكلات. وقل فيه المساعد من الإخوان. هنا بيتكلم يا أولاد، مش الإخوان يعني هنا الإخوان مش الإخوان المسلمين، مش إخوان مسلمين ولا أي أحزاب، ده الإخوان هنا جمع أخ، مش جمع إخوان يعني فخ، لكن هنا الإخوان يعني الأخ، يعني أخوه في الله. فما هؤلاء أعوذ بالله، نجانا الله من فتنهم ومن ألاعيبهم ومن تدليساتهم، أنهم مدلسون. وقال فيه المساعد من الإخوان، غيروها وخلوها من الإخوة عشان ما تعملناش مشكلة. وقل فيه المساعد، يعني ما فيش المناخ العلمي الذي يعني ينشئ
الغيرة التي تؤدي إلى يعني الاطلاع والقراءة، ما فيش تنافس يعني. وقام فيه المساعد من الإخوان، يعني ما فيش حد يأخذ بيده يحضه على القراءة. ده في القرن المين، القرن العاشر، ما حدش بيقول له هيا بنا نذهب إلى هذا الدرس ولا نذهب إلى هذا الدرس، هيا بنا نقرأ سويا الكتاب لعلنا أن نفهم معا، ما فيش. وقال فيه المساعد من الإخوان يعني أنه ينعي على المناخ العلمي، لأن المناخ العلمي عبارة عن دروس، حلقات علمية، جامعات وأكاديميات، طلب مع بعضهم. فاستخرت الله، يعني طلبت من الله تبارك وتعالى خير الأمور في شرح الورقات، يعني في أن يكتب على الورقات شرحا لطيفا يكون بعبارة سهلة تعالج الهمم التي فطرت والنفوس التي يئست بعبارة واضحة، يعني سهلة الوصول إلى ذهن الطالب من أول ما يقرأها، منبهة العبارة، يعني عبارة بعبارة منبهة. هي العبارة منبهة ولا صاحب العبارة هو الذي ينبه؟ يبقى نسبة التنبيه إلى العبارة نسبة مجازية من قبيل المجاز العقلي، وهو إسناد الشيء لمن ليس له. أنبت الربيع البقر، ده مجاز عقلي لأنه قد أسند الإنبات إلى الربيع، والربيع لا ينبت. نحن مسلمون نعتقد أن الذي خلق وأن الذي أنبت هو الله، فإسناد الفعل لمن ليس قائما به ولا حاصلا منه يكون من إسناد المجازية، لذلك يسموه مجاز عقلي. بعبارة منبهة مرشدة مفيدة على نكت الشرح المذكور وفوائده، وقد عرفنا معنى النكتة ومعنى الفائدة، قلنا الفائدة معناها يا مشايخ قلنا المصلحة المترتبة على الفعل من حيث إنها نتيجته وثمرته، كلام جميل. وهو المعنى ده هتلاقيه في حاشيات السوسي على قرة العين. بحيث يكون حيثية تقييد مشايخ، يعني بقيد أن يكون هذا الشرح شرحا للورقات، كما يقول المصريون يضرب يعني عصفورين بحجر واحد، يشرح المبنى ويشرح شرح الإمام المحلي، يعني مش مقلد، ده أدب جديد. هو أنه شرح المبنى وشرح شرح الإمام المحلي، بحيث يكون هذا الشرح شرحا للمبنى ويكون أيضا شرحا لشرح الإمام المحلي رضي الله تعالى عن الجميع. ويحصل بذلك أي بهذا الشرح الانتفاع للمبتدي، المبتدي هو الذي لا يستطيع أن يتصور المسائل، ما في إمكانية للتصور، فيأتي للشيخ شلتوت يعلمه كيفية التصوير، يبقى دي أول مرحلة من المراحل التصوير وغيره للمبتدي وغيره في المتوسط الذي يستطيع أن يتصور لكنه لا يستطيع أن يعني يدلل ويعلم، وأما المنتهي فالذي يستطيع أن يتصور وأن يدلل وأن يعلم وأن يفرع وأن يستنبط وأن جعلنا الله وإياكم من المنتهين، من المنتهين في العلم مش من المنتهين في العمر، وإلا كلنا نموت. ولا أعدل عن عبارة، منهجه بقى هنا يبين منهج بسيط في الشرح اسمه منهجه في الشرح،
ولا أعبر عن شرح العبارة المذكورة، يعني ولا يذهب ويأتي بعبارة أخرى غير عبارة الإمام المحلي إلا إذا كانت عبارة الإمام المحلي غامضة، والعبارة التي يأتي بها أسهل وأيسر وأبسط من عبارة الإمام المحلي. أو أن هناك عبارة المحلي يعني ليست فيها الفائدة التي يريد أن ننبه عليها، فيأتي بعبارة جديدة تنبه على الفائدة. وسميته عنوان الكتاب قرة العين. عارفين أنتم القرة؟ الدمعة الباردة، إنسان لما يفرح يبكي ينزل دمعة، دي بيسموها قرة. قرة العين يعني الدمعة الباردة التي تنزل من الإنسان عند السرور. قالوا له لقد نجحت بامتياز وتخرجت وسوف تسافر إلى ماليزيا أو إلى جنوب أفريقيا، ففرح فرحا شديدا فنزلت منه دمعة، هذه قرة العين، يعني قرة حاصلة من العين. لشرح ورقات إمام الحرمين، يعني كأنه يريد أن يقول هذا الشرح سيكون من الشروح بمنزلة الدمعة التي تنزل من الإنسان عند الفرح، يعني نتيجة هذا حاجة شديدة. لشرح ورقات إمام الحرمين رضي الله عن أئمتنا وعن علمائنا، والله سبحانه المسؤول في بلوغ المأمول. يعني بعدما شرح أراد أن يترك وأن يفوض الأمر لله سبحانه وتعالى. إن أجدنا فمن أنفسنا، وإن أجدنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. والله سبحانه المسؤول، يعني لا نسأل إلا الله. في بلوغ المأمول، يعني في تحصيل مرادنا وفي الوصول إلى مقصودنا، وهو حسبي، يعني يكفيني عن كل شيء. ونعم الوكيل، ونعم الوكيل هو الله سبحانه وتعالى، فهو الله في جميع أمورنا. ترجمة الإمام الجويني أبو المعالي. ولنقدم التعريف بالمصنف اللي هو إمام الحرمين حتى تعلم يعني من صاحب الورقات، لأنك إذا علمت تاريخ إمام صاحب الورقات أدركت قيمة الورقات. قال على سبيل الاختصار، شوف الرجل قال هذا على سبيل إيه؟ على سبيل الاختصار. فنقول هو الشيخ الإمام، الشيخ يعني بمنزلة دينية، رتبة علمية، عاملة زي مثلا مفتي الديار، رتبة علمية، شيخ الأزهر رتبة علمية، فالشيخ رتبة دينية علمية تحصل لمن تحت الأربعين ولمن فوق الأربعين. وأما في اللغة فهو كل من جاوز الأربعين، وأما في الاصطلاح فهو من بلغ رتبة أهل الفضل، كما يقول العلامة البجوري، قال من بلغ رتبة أهل الفضل، يعني رتبة دينية، يعني أنا شيخ وأنتم شيوخ. الإمام، الإمام يعني المتبع، الإمام لغة هو المتبع. وأما الإمامة في الدين فهي منصب علمي كبير يحصل للإنسان منها أنه يصير صاحب مدرسة، رئيس الشافعية، يعني إيه؟ أعلى رأس في المدرسة الشافعية، لأن الرئيس هو أعلى رأس، يعني بلغ
لمتانته في العلم وتبحره واجتهاده وسعة تأليفه أن كان هو سيد الطائفة الشافعية ورأسها وأعلى يعني ما فيها وأحد أصحاب الوجوه، يعني هو مجتهد من المجتهدين الكبار في المذهب وصاحب التصانيف المفيدة، له تصانيف كثيرة ويكفيك منها نهاية المطلب، طبع في 21 مجلد يشرح فيه مختصر البوزاني وما من أحد إلا واستفاد منه، وكل المتأخرين ممن أتوا بعده ينتفعون بمؤلفاته، وله البرهان في أصول الفقه وله التلخيص في أصول الفقه، اختصر فيه كلام أبو بكر الباقلاني التقريب. وله الكافية في الجدل، وله في أصول الدين كتب كبيرة. قال أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد الجويني، نسبة إلى جويني وهي ناحية كبيرة من نيسابور، ونيسابور مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة، معدن الفضلاء ومنبع العلماء، وقد فتحت أيام الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه خرج منها كثير من العلماء، يلقب بضياء الدين. ولد في المحرم من سنة 1949، يعني 419 مولده، توفي بقرية من أعمال نيسابور يقال لها فشتنيقان ليلة الأربعاء 25 من شهر ربيع الثاني، يا سلام، سنة 78، جاور بمكة والمدينة. يعني ايه؟ يعني كان لي مسكن قاعد فيه، ساب بلده قاعد جنب مكة والمدينة ملازم للحرمين الشريفين 4 سنين يدرس العلم ويفتي، يعني جلس للتدريس وللإفتاء 4 سنين متواصلة، ومن أجل ذلك لقب بإمام الحرمين لأنه جاور مكة والمدينة 4 سنين يدرس فيهما العلم الشرعي الشريف، وانتهت إليه رئاسة العلم بنيسابور. يعني كان إيه؟ كان هو الرئيس، كان الخليفة في العلم، يعني أعلى رأس علمية وأعلم من في نيسابور. وبنيت له المدرسة النظامية وهي إحدى المدارس التي اهتمت بعلوم الشريعة الغراء، وقد بناها الوزير الملك أبو علي الحسين ابن علي ابن إسحاق الطوسي أحد الوزراء المهتمين بالعلم والفقه، وقد فرغ من إنشائها سنة 459. قال وله التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، يعني لم يؤلف أحد مثل هذه التصانيف. من الذي كتب مثل نهاية المطلب في دراية المذهب؟ حاجة معجزة، تغمده الله برحمته، يعني رحمه رحمة واسعة وأعاد علينا من بركاته. عارف يعني وأعاد علينا من بركاته؟ كأنه يقول مدد يا إمام الحرمين، يا سلام، يعني مدد، يعني اللهم أمدنا من بركاته ونفحاته. فاللي يقول لك أصلاً متوقف في كلمة مدد ما بعرفش معناها،
يبقى الواد ده واد وهاب. اهو الشيخ بقى وهابي لما يقول لك وأعاد علينا من بركاته يعني مدد. امين. ده دعاء. اللهم امين. قال رضي الله عنه وارضاه مقدمه المصنف. المصنف اسم فاعل مصنف، ومصنف ده اسم مفعول، واسم الفاعل مشتق من ايه؟ مشتق من التصنيف، والتصنيف يعني جعل الشيء اقساما. فسموا امام الحرمين مصنف لانه جعل الورقات اقسام وابواب. قال المصنف رحمه الله تعالى، المصنف اللي هو مؤلف الكتاب، اللي هو مؤلف الورقات، وهو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، والشارح الإمام الحطاب الرعيني الملك. قول الحطاب وخلاص، اوعى تقول الخطاب، هو حطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أصنف أول حاجة يا أولاد، هو بدأ بالبسملة لأن الله سبحانه وتعالى قد بدأ بها كتابه الكريم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والباء هنا أصلية. طيب، ولذلك هو قال إيه؟ أصنف. الباء هنا متعلقة بأصنف، لأن عندنا فكرة مهمة أوي، انتبهوا إلينا والله يكرمكم ويبارك لكم. أول حاجة إن الباء دي باء أصلية، والباء الأصلية لابد أن يكون لها شيء تتعلق به هي، ترتبط به، وهذا الذي ترتبط به قد يكون فعلا كما قدر هنا، يعني كأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم أصنف. فالتصنيف وهو الفعل قد تعلقت الباء به، ارتبطت به. وكل حرف من حروف العربية، لأن حروف العربية على نوعين، حروف مباني وحروف معاني. حروف مباني يعني آ با تا ثا إلى آخره، فهذه الحروف هي الحروف التي تتكون منها الكلمات العربية، وسموها حروف إيه؟ مباني، لأنها تبنى منها الكلمات. وهناك حروف معاني تشتمل على معاني لا يظهر معناها إلا بوضعها في جملة مفيدة. وحروف المعاني كل حرف منها له فعل معين يتعلق به، لأن فائدة الحرف يا أولاد أنه يوصل المعنى الذي في الفعل إلى الاسم. ذهبت بزيد، فالذهاب هنا قد وصل إلى زيد، ولكن ليس بنفس الفعل، وإنما وصل إلى زيد بواسطة الحرف. ذهبت بزيد يعني أخذت بيدي هكذا وذهبت به، لكن ما ينفعش أقول ذهبت زيدا، لغة لا يصح في لغة العرب. ما أعرفش عندكم يصح في اللغة النحوية ولا لا، لكن عندنا في لغة العرب هذا الحرف له وظيفة، ووظيفته أنه أخذ الحدث الذي في الفعل وأوصله إلى الاسم، فهو كوسيلة المواصلات كأوبر أو كريم، وهما متعارضان، ولكل وجهة هو موليها. فالحرف ده وسيلة لنقل المعنى الذي في الفعل أو ما قام مقامه إلى الاسم. ذهبت
إلى المدرسة ذهبت إلى الرواق الجاوي رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو الرواق يعني أو القائمين عليه يعني. فذهبت إلى الرواق الجاوي، لا تستطيع أن أقول ذهبت الجاوي الرواق الجاوي، ده يبقى كلام يعني هذا ما كلام عربي، إنما هو كلام أجنبي. أما كلام عربي صميم يبقى ذهبت إلى الرواق الجاوي. ذهبت، ذهب فعل، وذهب ده بداخله حدث وهو الذهاب، وحرف إلى أخذ الذهاب الذي في ذهبت وأوصله إلى المدرسة، لأن هذا الحدث لا يصل إلى الاسم بمفرده، وإنما يصل إلى الاسم بواسطة الحرف. يبقى هنا وظيفة الحرف يا أولاد أنه يكون واسطة لتوصيل المعنى الذي في الفعل إلى الاسم، لأن الفعل لا يصل إلى المعنى بنفسه. ضربت زيدا، وصل الفعل إلى المعنى بنفسه، وهو أن زيدا قد ضرب، فوقع حدث الضرب على زيد بمجرد حصول الفعل، وانتقل له لا بحرف جر ولا بغيره. وهناك أفعال قاصرة لازمة لا تتعدى إلى مفعول. التزم زيد، مات عمرو، بس ما في بقى يعني مفعول، ما فيش مفعول. أما ضرب زيد عمرا، لا في مفعول أهو. يبقى فائدة الباء أنها قد أخذت المعنى الذي في الفعل وأوصلته إلى الاسم. هذه الحروف لها معاني في اللغة العربية، وهناك من العلماء من ألف في معاني الحروف، ومنهم ابن هشام في كتابه المسمى بمغني اللبيب. ولأهمية الكتاب لأنه يعني عالج أمثلة كثيرة من القرآن، واهتم بالقرآن، واهتم بسنة النبي العدنان، حيث إنه جعلها شاهدا على يعني هذا الكتاب، وأتى بأمثلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة، وهكذا اعتمده الأزهر في التدريس. وأيضا كثرة من ألفوا ووضعوا الحواشي والتعليقات على مغني اللبيب، وهو كتاب دقيق جدا، من فهمه واستوعبه صار معه أداة مهمة جدا لفهم كتاب الله وهي أدوات الحروف. بس أنا عايز أضيف أقول إن كل كلمة لها معناها، فهو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم أصنف. أول فائدة نفهمها النهاردة إن الباء أصلية، وإن ما دام أصلية لابد لها أن يكون لها فعل أو مقام مقامه تتعلق به، وأن الباء هنا لها معنى قيل من معانيها الاستعانة، يعني صنفت مستعينا باسم الله سبحانه وتعالى، هذه معناها هي، أو صنفت مع اسم الله تعالى ابتداء إلى الانتهاء. طيب تاني، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، يعني كان هذا التصنيف من أوله إلى آخره معه البسملة. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك فإن البسملة التي تشتمل على البركة واليمن والخير قد عمت الشرح من أوله إلى آخره، وهكذا يكون الشيخ المصنف الإمام قد امتثل لدعوى النبي العدنان، حيث إنه قال لنا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطأ، أقطع، أدغم ثلاث روايات. وحينئذ فبدأ الشيخ بالبسملة حتى تعم البركة الكتاب
من أوله إلى آخره. طيب جميل، وجعلها متأخرة. أصنف، يعني أنا أصنف في بسم الله لا أصنف بغيره، وكذا ينبغي. اللي هو إيه؟ أنك تضمر سبب يعني التسميع. يعني إذا أردت أن تأكل ماذا تقول؟ بسم الله أصنف وأنا بتناول لحمة الإيد، أقول بسم الله أصنف أو بأكل عند حضرموت؟ ولا بسم الله ألبس الجزمة؟ ده أنت هكذا ما تكونش عندك أكل، لا تقول بسم الله آكل. وإذا مسكت الموبايل بسم الله أمسك الموبايل، وإذا يعني شربت بسم الله أشرب، وإذا رحت هنا أو هناك أضمرت لهذا الفعل الذي تسمي عليه ما يناسب هذا الفعل. هذا الفعل الذي يعني أتى به المصنف وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نوى في قلبه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، وأنت تأكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتضمر في قلبك آكل. وأنا أشرب الآن هذا الشراب اللذيذ الذي تقدمه إدارة الرواق الجاوي وهو مثلج جدا، أقول بسم الله أشرب في نفسي، أقول بسم الله، وأما في نفسي فأضمر معنى الشرب. وهكذا، فكل إنسان يسمي على شيء لابد وأن يضمر، يعني أن يقدر في نفسه ما جعل التسمية مبدأ له. يعني إيه؟ يعني هاكل أقول بسم الله وأنوي بقلبي أنني أقول بسم الله أكل، أشرب أضمر في نفسي أنني أقول أشرب بسم الله بلساني وقلبي يقول أشرب، وهكذا. طب هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، لأنه أضمرها في نفسه، لأن التصنيف هو الذي يوافق الفعل الذي يسمي عليه. هو بيسمي على إيه؟ بيسمي على الفعل. إيه هو الفعل ده؟ ما هو هذا الفعل؟ هو فعل التصنيف. جميل؟ جميل. وكذا ينبغي، يعني يجب، يعني وجوبا صناعيا يثبت في حقه أن يجعل متعلقا التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له. يبقى التسمية ديت هي مبدأها إيه؟ يعني إحنا دلوقتي بنشرب وأنا هسمي على الشرب، إيه مبدأ التسمية؟ الشرب. يبقى هكذا أقول بسم الله وأضمر في نفسي أشرب. فإذا أردت أن أفسر ذلك وأن أكتبه ماذا أقول؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم أشرب. وإذا أردت كذلك أن أفسر هذا الحال المكون مما في القلب ومما في اللسان، أقول بسم الله الرحمن الرحيم آكل، بسم الله الرحمن الرحيم أدرس، بسم الله الرحمن، وهكذا. هذا هو ما يريد أن يقوله، فيقدر الأكل بسم الله الرحمن الرحيم آكل. والقارئ عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ القرآن يضمر في نفسه بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، لأن هذا الفعل هو مبدأ التسمية، وهذا الفعل الذي أضمره في نفسه هو متعلق حرف الباء، هو الذي ارتبطت به حرف الباء، فهو أولى من تقدير أبتدي. وكأنه سئل عن ذلك وقيل له لماذا لم يقل أو لماذا لم تقل أبتدي بدل أن تقول أصنف؟ قال لأن أبتدي تعام وأصنف ده خاص، والأولى أن يبتدي الإنسان ويضمر في نفسه شيئا خاصا لا شيئا عاما. يعني مثلا وأنا باكل أقول بسم الله وأضمر هو قلبي بسم الله أفعل، طب ما الفعل عام، طب ما تضمر الأكل لأن الأكل أخص من الفعل. قال فهو أولى من تقدير أبتدي لإفادته تلبس الفعل كله بالتسمية، لأن أبتدي أولاد خاصة بالابتداء فقط، و
وأما أصنف فهي عامة من أول الكتاب إلى آخره. يبقى أصنف عام لأنه يشمل كل أجزاء الكتاب، وأما أبتدي فهي خاص لأنها تشمل أول الكتاب وهو محل الابتداء، فتكون البركة نازلة على أول الكتاب مفصولة عن آخر الكتاب. وأما لو قال أصنف يعني البركة من أول الكتاب إلى آخره، لأن أول الكتاب إلى آخر هو محل التأليف ومحل التصنيف. وأبتدي لا يفيد إلا تلبس الابتداء به، يعني أنه يخص نزول البركة بأول الكتاب. طب إحنا عايزين تعم الفائدة والبركة على كل الكتاب، لأن البسملة إنما أريدت من أجل وضع البركة على كل الكتاب، فتأتي بهذه الجملة لأنها أعم. طب ولماذا قال بسم الله الرحمن الرحيم أصنف ولم يعكس ويقول أصنف بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني لماذا جعل هذا الذي تعلق به التسمية متأخرا ولم يجعله متقدما؟ قال لأن الله أهم من التصنيف، البداءة بسم الله أهم من البداءة بالتصنيف. لو قال أصنف يبقى التصنيف أهم ولا البداية بسم الله أهم؟ لا، البداية بسم الله أهم. ولذلك لما كانت البداية بسم الله أهم جعلها في أول الكلام، لأنه المقصود الأهم، لأن المقصود الأهم البداءة بسم الله تعالى. أدي واحد، يبقى دي الفائدة الأولى، لأن البداية بسم الله تعالى أهم من البداية بالتصنيف. رقم اثنين، لأنه لو قدم لا يفيد الحصر. عندنا قاعدة في علوم العربية تقول إن تقديم المعمول يفيد الحصر. ما هو بسم الله الرحمن الرحيم دي معمول، وأصنف ده عامل، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. مثلا تقول والله أسأل، والله أسأل وبنبيه أتوسل، هذا يفيد أنك لا تسأل إلا الله، لأنك أفدت الحصر بتقديمك المفعول اللي هو لفظ الجلالة على الفعل والفاعل. وتقديم المعمول، احفظها كده، وتقديم المعمول يفيد الحصر والقصر. إياك نعبد وإياك نستعين أفادت أيضا الحصر والقصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر والقصر. يعني لا نعبد إلا إياك ولا نعبد أحدا سواك، هكذا أراد أن يقول وأن يعلمنا المولى سبحانه وتعالى. وابتدأ المصنف، هذا سؤال، لماذا ابتدأ المصنف بالبسملة؟ قال لأنه أراد أن يقتدي بكتاب الله العظيم المعظم، لأنه كلام الله أنزله على رسوله الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال اقتداء، والاقتداء هو عبارة عن اقتفاء الأثر، أن أفعل مثل ما فعل فلان. فالله سبحانه وتعالى بدأ كتابه بالبسملة، فنحن إذا بدأنا كتابنا بالبسملة فقد اقتدينا واقتفينا آثار وفعل الله سبحانه وتعالى، اقتفينا فعل الله سبحانه وتعالى وعملا العمل، لأن في أمر الاقتداء ما فيهوش أمر، إنما فيه بداية. وأما العمل لأنه في أمر، وعملا بحديث كل أمر، وينفع تقول بحديث كل أمر، فإذا قلت حديث كل يبقى حديث مضاف وكل مضاف إليه، بحديث كل يبقى كل دي بدل، ولكن بدل مفصل من مضمن. طيب كل أمر يعني كل شيء له
يعني أهمية، كل أمر ذي بال، يعني كل أمر يعني له أهمية. لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطل، يعني مقطوع البركة. عارف البط يقول لك بطرت إيه أو بطرت دين، يبقى ما فيش بركة. رواه الخطيب في كتاب الجامع، وده المحقق بيقول لك إيه ضعيف جدا. رواه الخطيب الجامع في الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع، وعبد القادر الرهاوي، وعبد القادر الرهاوي دي بضم الراء اضبطوها اضبطوها هكذا، في الأربعين، وسنده واهن كما أشار إلى ذلك ابن حجر والمناوي. انظر فيض القدير تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي. ومع هذا عملنا به لأنه في فضائل الأعمال. مش حد يقول لي طب يعني ما هو خلاص ما ضعيف ما ترموه، طب ما نعمل بها علم، لا سيما أنه مؤيد بالكتاب، لا سيما أن المعنى يؤيده، لا سيما أن هذا من قبيل العمل به في فضائل الأعمال. قلنا والله أصل واهي وشرطه العمل أن يكون واهيا، طب ما بعضهم قال أنه ضعيف وبل بعضهم كمان قال انه صحيح، انت ليه عايز تحجر واسعا ويعني تحكم بمذهب من قال بانه واهي ولا تحكم بمذهب غيره؟ طب هنعمل باحتياط لان هذا ليس فيه القطع بانه باطل او بانه غير منسوب، احتمال يكون منسوب، فانا احتاط. بس هم ما يعرفوش المعاني دي لانه ما درسوش فقه، لم يدرسوا الفقه. رواه الخطيب الجامع في كتاب الجامع بهذا اللفظ، واكتفي بالبسملة، واكتفى بالبسملة عن الحمدلة. هو مين اللي اكتفى بالبسملة عن الحمدلة؟ إمام الحرمين، لأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ على طول قال هذه ورقات. السؤال هو مش ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ دي واحد. هو احنا مش عندنا رواية بتقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبطل؟ كذلك ماشي عندنا، ماشي حلو كل ده جميل. طب ليه بقى اكتفى بالبسملة عن الحمدلة؟ قالوا فيها أول الوجه الأول ممكن يكون اكتفى في الكتابة لكنه هو بيألف مسك القلم وكتب بسم الله الرحمن الرحيم وشال القلم وقال الحمد لله رب العالمين ومسك القلم وقال هذه ورقات، احتمال يكون كده يعني. واكتفى إمام الحرمين رضي الله تعالى عنه وارضاه بالبسملة. البسملة دي عبارة عن نحت خلقي لقولك بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه نحت؟ يعني اختصار. عندنا حاجة في اللغة العربية اسمه نحت. نحت يعني ايه؟ يعني باخذ الجملة الكبيرة واختصرها في كلمة صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم اختصرتها في كلمة البسملة. الحمد لله اختصرتها في الحمدلة. لا حول ولا قوة إلا بالله اختصرتها في الحوقلة. حسبي الله ونعم الوكيل اختصرتها في الحسبلة. طيب وهكذا. وباب النحت باب طويل، هل هو سماعي ولا قياسي؟ لا ده في كلام طويل. لما تقرأ حاشية العلامة البجرمي على الإقناع المسمى بتحفة الحبيب في أول الكتاب، كاتب كده مبحث بالثاني، مبحث في النحت، وأتى بعشرة ألفاظ بعضها مروي عن سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتكلم هل النحت سماعي ولا قياسي. والإمام السيوطي هتلاقي كتب بحثا
في كتاب المزهر أن النحت ده يعني فيه فوائد كبيرة. يقول لك بسملة وحمدلة. إما هذا هو الاحتمال الأول، لأنه حمد بلسانه. يعني إيه؟ يعني هو بيألف الكتاب مسك القلم وقال بسم الله الرحمن الرحيم، حط القلم الحمد لله رب العالمين، مسك القلم وكتب بقية الكتاب واضحة جدا بلسانه وما كتبهاش. طب ومين عرفك؟ وانت كنت مع إمام الحرمين وهو بيألف. هو انتوا كده على طول يعني ما بتخلوناش يعني نقدر ان احنا يعني نقل ادبنا على الائمه؟ هم بيقولوا كده مش لسانهم، ده بلسان حالهم بيقول كده. طب بس احنا تعلمنا المنهج العلمي. طيب ماشي. وذلك كاف. كاف في ايه؟ كاف في تحصيل السنه، كاف في الخروج من عهده الامر. كاف يعني يكفي أن يقول الإنسان وهو يؤلف بسم الله الرحمن الرحيم بيكتبها ويسيب القلم ويقول الحمد لله رب العالمين ويمسك القلم ويبدأ التأليف، بس خلاص يبقى كده حصل السنة. نعم كده، يعني امتثل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قالوا طيب أنا عندي برضك مدخل آخر لفهم الكلام، ده بيدربك، لأنك إذا قلبت الكلام على أوجهه يبقى أنت كده بتنشئ عقلية جيدة وعميقة لتحليل الكلام، ودي من صفات عقلية المجتهد أنه يقلب الكلام على أوجهه المختلفة. قلب الكلام. طب أدي أول احتمال. الاحتمال الثاني، ولذلك دي بنسميها العقلية الاحتمالية، والعقلية الاحتمالية دي عقلية منهجية عاشت مع العلم وفكرت وتعمقت وأمعنت النظر، دي مهمة جدا أهي، عقلية احتمالية. أو لأن المراد بالحمد، قالوا الحمد معناه إيه؟ قالوا الحمد لغة الثناء على الله. قالوا طيب مش جملة البسملة ثناء على الله؟ قالوا قالوا تبقى جملة البسملة تتسمى بسملة من جهة وتتسمى حمدلة من جهة. يا ولادي ليه؟ ده انتوا بتفهموا فهم عميق قوي. برضك بتفهموا عشان ما نخطاش؟ لا لا، ده المنهج العلمي، بس انت بتاخذه كده وانت ان شاء الله ربنا يفتح عليك. ما الحمدلله ايه؟ الثناء على الله بالجميل باختياره على جهه التبجيل والتعظيم. طب ما البسملة كده؟ برضه بيقول ايه؟ بسم الله الله الرحمن الرحيم. طب الرحمن صفة من صفات الله، والرحيم صفة من صفات الله، إنما ذكرها الإنسان على جهة التبجيل والتعظيم، وأثنى على الله يعني ذكر يعني الصفات العظيمة الكبيرة لله سبحانه وتعالى. طب ده حمد، لأن الحمد ثناء على الله، والبسملة ما يثنى على الله. يبقى البسملة حصلت البسملة وحصلت الحمدلة، حصلت البسملة بلفظها وحصلت الحمدلة بمعناها. يا سلام، يعني بسم الله الرحمن الرحيم يكفي عن البسملة والحمدلة؟ نعم، لكل ذي عينين. وهو الثناء. الثناء يعني يا أولاد يعني ذكر الجميل. أثنيت عليك يعني ذكرت بلساني أشياء جميلة لك. والبسملة متضمنة لذلك. متضمنة يعني إيه؟
يعني مشتمل على هذا. تضمن بمعنى الاشتمال، مش التضمن اللي هو مقابل للمطابقة والالتزام. اوعى تقول كده. متضمنة يعني مشتملة. أو لأن المراد بالحمد ذكر الله تعالى. شفت بقى؟ ده احتمال تالت. يبقى عندنا كم احتمال؟ ثلاث احتمالات. جواب عن سؤال مقدر وجه للشراح، لماذا بدأ المصنف بالبسملة ولم يأتي بالحمدلة؟ قال لأن المراد بالحمد اللي مذكور في الأحاديث ذكر الله تعالى، كل أمر الدبال الله يبدأ فيه بحمد الله. إيه هو بقى الحمد؟ قالوا الحمد هنا معنى ذكر الله، والبسملة من ذكر الله تعالى. صح كده يا أولاد؟ صح. وفي رواية في مسند الإمام أحمد، كل أمر دبال لا يفتح بذكر الله. يبقى بذكر الله دي فسرت ببسم الله وبحمد لله، لأن الذكر أعم والحمد والبسملة أخص، فهو أبطر أو قال أقطع على التردد، يعني شك الراوي هل يا ترى أنا سمعتها يعني أبطر ولا أقطع، تردد الرجل وشك في هذا. وقد ورد الحديث بروايات متعددة. قال النووي وهو حديث حسن حسن، ده الكلام دوت وذكروا في الأذكار. وقد ذهب ابن الصلاح وابن السبكي إلى تصحيحه وتحسينه، وبعضهم ذكر أنه يعني صحيح، بعضهم قال إنه حسن وبعضهم قال إنه صحيح. اللي من قال إنه حسن ابن الصلاح وابن السبكي، واللي قال بإنه صحيح السيوطي وابن حبان. فلما اكتفى بالبسملة عن الحمدلة قال خلص، هو اكتفى بالبسملة عن الحمدلة لأن البسملة كافية وتشتمل على الحمدلة على أحد التأويلات. قال إمام الحرمين هذه ورقات. هذه اسم إيه؟ اسم إشارة، واسم الإشارة يكون لمحسوس. هذه ورقات. إيه هي الورقات اللي فين؟ ده لسه بيكتب الكتاب. طبعا هنقول لكم، لأن هنا في حتة كده إيه هيذكرها هو هنا. عايز يقول له هذه إشارة، إشارة إلى ما هو كائن في العقل. مش الورقات دي علم؟ طب والعلم ده مش كان في عقل وذهن إمام الحرمين؟ فلما قال هذه فهي إشارة إلى المعاني المستحضرة في عقل إمام الحرمين. ده احتمال وله مبنى، واحتمال أن يكون إشارة إلى المكتوب الخارجي، ولكن هذه حالة وهذه حالة. فإن كتب الكتاب أولا ثم بعد ذلك وضع المقدمة، يبقى هي إشارة إلى محسوس خارجي. هذه كأنه خد صباعه كده وأشار به إلى الكتاب، هذه ورقات. وإن كتب المقدمة أولا، لأن الكتاب ما كتبش لسه، لم يكتب بعد، لسه يعني بعد، لم يكتب بعد، فكأنه قال هذه وأشار بأصبعه إلى المعاني الكائنة في عقله. هذه اللي جوه، المعاني اللي جوه، ورقات. فهمنا كده؟ فهم.
فهما احتمالان على أو معنيان على احتمالين. كتب المقدمة الأول يبقى إشارة إلى ما هو حاضر في الذهن، هذه أي المعاني الكائنة في العقل وفي الذهن ورقات قليلات. وإن كان كاتب الأول الكتاب ثم وضع بعد ذلك المقدمة يبقى بيشير إلى ما كتبه الكتاب، الكتب الأول وفي الآخر كتبنا المقدمة هذه، وأشار بأصبعه إلى الكتاب. جميل أولاد، جميل. يبقى دي جملة تحته بيقول لك والإشارة بهذه، يعني باسمها الموضوع لها، إلى حاضر في الخارج، يعني إلى الورقات دي، إلى اللي موجود في الخارج. حاضر يعني موجود في الخارج. خارج يا مولانا؟ خارج الرواق يعني؟ لا، خارج الذهن. أما يقول لك الخارج يعني خارج الذهن، لحسن تفهم يعني خارج الرواق، تبقى أنت هكذا يعني لازم أفهمك. خارج يعني يا أولاد يعني خارج الذهن، لأن الوجودات أربعة: وجود في الأذهان، ووجود على اللسان، ووجود في الأعيان الخارج، ووجود في النقوش. يبقى وجود في الأذهان، ووجود على اللسان، ووجود في الأعيان، ووجود في النقوش. تبقى الموجودات كم يا أولاد؟ أربعة. هذا علوم كتير، انت بتدينا علوم كتيره خالص، بس تحمل انت طالب علم. يبقى وجود في الاذهان جوه العقل، وجود في العقل متصور ذهنك، ووجود على اللسان بتتكلم بيه على لسانك، ووجود في الأعيان يعني في الخارج، خارج الذهن، ووجود في النقوش مكتوب على الورق. دي اسمها يا أولاد الوجودات الأربعة. اسمها يا مشايخ الوجودات الأربعة. نقولها مع بعض: وجود في الأذهان، ووجود على اللسان، ووجود في الأعيان، ووجود في النقوش. سلام، هذا جميل. فلما يقول الخارج يعني خارج الذهن، يعني الوجود العين، يعني موجود خارج، خارج الذهن، إلى حاضر في الخارج، خارج الذهن يعني، إن كان أتى بها، كان هنا دي زائدة يا أولاد، إن أتى بها يعني زائدة بين يعني إن وأتى، لأنه لو قال إن أتى بها، إن كان، فدي بيسموها كان زائدة. إلى حاضر، لا من عارف، أرجع لها، لأنه هو قال بس هذه، فكم محلها إن إحنا نذكرها. أما بقى ما تخافش، أنا الكتاب ده أنا جاري فيه 400 مرة، 400 كثير كثير. إن كان أتى بها، بها اللي هي يا أولاد الإشارة اللي هي هذه، بعد التصنيف يعني بعد إتمام تأليف الكتاب، لأنه هو اللي كتب في الأبحاث العلمية. إحنا بنعمل كده، بنكتب الأول الكتاب، وبعد ما نكتب الكتاب نكتب المقدمة. حاصل؟ وفي بعضهم بيكتب المقدمة الأول ثم بعد ذلك يكتب الكتاب. فأنت مع مين؟ الله على حسب. قال إن كان أتى بها، يبقى كان هنا زائد، إن أتى بها بعد التصنيف يعني بعد نهاية تأليف الكتاب، فتكون هذه إشارة إلى الورقات التي ألفت أو كتب الورقات وراح شاور عليها، وقال هذه إشارة إلى ما هو مكتوب خارجا، إلى الوجود الخارجي. وإلا يعني وإن
لم يكتب الكتاب أولا ثم بأن كتب المقدمة قبل تأليف الكتاب، فهي اللي هي هذه إشارة إلى ما هو حاضر في الذهن، المعاني العلم ده جوه الذهن يا أولاد. إمام الحرمين بيخرج العلم من جوه دماغه. قال اللهم صل على سيدنا النبي، هذه ورقات، ورقات جمع ورقة، ويقول لك إن ورقات ده جمع إيه؟ مؤنث سالم. وجمع المؤنث يا أولاد يقول لك جمع قلة، ربنا يكثرنا من قلة ويجمع شتات قلوبنا ويجمعنا على عبادته وطاعته. قال ورقات جمع قلة، يعني من 3 ل 11 خارج، لا ال 11 انت كاتبها 9 في الخير ال 11 من 3 ل 11. جميل. يبقى افاد ايه بقى هذه ورقات؟ افادت ان هذا المكتوب وهذا المؤلف والمصنف قليل. استفدناه من اين؟ قد استفدناه من جمع المؤنث السالم، لان جمع المؤنث السالم موضوع للقله وليس للكثره. ولذلك قال فإن جموع السلامة، والجمع هنا أولاد يعني أراد به 2 فما فوق، لأن جموع السلامة ده ما لهمش إلا جمعين بس، جمع مذكر وجمع مؤنث. في حاجة ثالثة؟ لا. يبقى الجموع أراد بها إيه؟ جمعين فما ما فيش إلا جمعين دول، أراد بها الجمعين. يبقى صيغة الجمع أراد بها إيه؟ 2 بس. فإن جموع، فلو كان قال فإن جمعي السلامة كان بقى أولى، لكننا عندما نشرح ونؤلف اكتبوا كده، اللي عايز يشرح ويؤلف يكتب من جديد كده فإن جمعي السلامة، لأن ما لهاش إلا جمع مذكر وجمع إيه؟ مؤنث. فإن جموع السلامة عند سيبويه، وهو إمام من أئمة هذا الفن وهو فن النحو، وله كتاب يسمى الكتاب، من جموع القلة. وجموع القلة كثيرة، منها بقى جمع التكسير الذي يأتي على الصيغ الأربعة التي ذكرها ابن مالك، أفعلة أفعلوا ثم فعلة ثم أفعال، جموع قلة. أفعل أرغفة، أفعل أكلب، نوع حاجات كتير قليلة. هذه ورقات قليلة. طب ما يا مولانا قال ورقات، والورقات قد استفدنا منها القلة، ثم بعد ذلك قال قليلة للتأكيد، لتأكيد ما استنبط من القلة من جمع السلامة التي جمعت عليه كلمة ورق. قليلة، قليلة يعني في الحجم، يعني ورقات معدودات كما يشعر بذلك. شفت بقى هو عملي صرح بما أشعرت به أو أشعر به جمع السلامة، يعني جمع السلامة أشعر بالقلة، فراح هو أتى بلفظة تفيد القلة، يبقى عبر بالإشارة ثم بعد ذلك ذكر العبارة للتأكيد. والإشعار هو الدلالة الخفية، وأحيانا يطلق على مطلق الدلالة. كما يشعر بذلك جمع السلامة، فإن جموع السلامة
عند زبوي من جموع الخيل، وعبر بذلك تسهيلا على الطالب، يعني عبر بورقات قليلات حتى يسهل على طالب العلم عندما يقال مثلا لدينا دورة في كتاب قرة العين، طالب العلم هيفهمين إنها عبارة عن حلقات قليلات ونأخذ العلم الكبير في هذه الحلقات، يكون سهل على الطالب، صح ولا مش صح؟ فهو هنا برضك سهل على الطالب، ولكن بعبارة زمان، تسهيلا على الطالب. أول ما يعرف إنها ورقات قليلات يكون الكتاب بالنسبة له قراءة وحفظا سهلا وتنشيطا، ينشط لحضورها وقراءتها وينشط كذلك لحفظها، كما قال تعالى في فرض صوم شهر رمضان أياما معدودات. طب ما الأيام كذلك، أيام جمع يومي، بدا جمع قلة وجمع القلة ده يستفاد منه وهكذا. ثم قال بعد ذلك إيه؟ معدودات. طب ده وصف الشهر اللي هو 30 يوم بأنه أيام، وأن هذه الأيام أيام معدودات، يبقى صار الشهر الكبير الذي هو مشتمل على 29 أو 30 صار إيه؟ صار أيام معدودات. فوصف الشهر الكاملة بأنه أيام معدودات. الشهر الكامل اللي هو 29 أو 30 طلع أيام. يا سلام، الحمد لله، يلا بينا نصوم والمسألة سهلة وننوي بإذن الله حتى يسهل على الصائم، حتى يسهل على المكلف وينشط المكلف لهذا، تسهيلا على المكلفين وتنشيطا له حتى ينشطوا لعبادة الله. وقيل المراد في الآية بالأيام المعدودات، هذا من قبيل يعني الاستطراد، عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، قيل هكذا في التفسير. فلو كان فإن ذلك كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ، اللي هو صوم عاشوراء وثلاثة أيام من أول كل شهر، وهذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. قال والإشارة قرأناها، ونقف عند وهذه الورقات تشتمل على فصول، جمع فصل هو اسم لطائفة من المسائل، طب دي خليها بقى يعني في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم غفران الذنوب وستر العيوب، وأن يحفظ علينا قلوبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يجعل كل عمل نقوم به في ميزان حسناتنا، وأن يدفع به المولى الكريم عن سيئاتنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يجزيهما خيرا على ما قدماه لنا في حياتنا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وتاج رؤوسنا وقدوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.